بالظن يا شوكت يا انا اللي سيبك منه الله الله ورزقك احسن منه ابو يا ريتني سمعت كلام ابويا. يا صباح عسل وصباح سكر وصباح انا عاملين ايه وحشتوني. بصوا كده انا لسه صاحيه من النوم ما عملتش اي حاجه خالص. النهارده الخميس هو الفيديو بينزل لكم يوم الجمعه عشان بصور لكم اليوم كله كله وقبل ما انام اصدره بقى يعني ايوه ايوه ام امير ايوه ازيك يا فوزي؟ ارد على فوزي وارجع لكم. إيه كانوا بيقولوا لي شيلي العربيه عشان يحطوا رمل حكايه المهم يعني مش عارفه صباحكم فل. المهم فقلت ايه بقى؟ انا كنت سالت حاجه ما قلتش حاجه. إيه نصلي على النبي؟ نصلي على النبي، يلا اللي ما صلاش على النبي ينزل يصلي على النبي عشان ناخد ايه؟ الثواب بالصلاه على النبي كلنا مع بعض. اول حاجه النهارده الخميس عايز اعمل كذا حاجه. ايه هي نشوه؟ بالصلاه على النبي كده اول حاجه عايز اعمل تحدي خير بس خفيف على قد صحتي عشان ما تهدش وضهري يوجعني. تاني حاجه عايزه يعني ان شاء الله باذن الله كده عايزه اروح ابص ازور ابويا في المقابر يعني بس هو شكلي مش هعرف لان انا خلاص مش هلحق. تاني حاجه عايزه ايه؟ عايزه اخلص تحدي الخير واروق الشقه ونخلصها ونحرس البر نقعد هناك الخميس والجمعه نغير ده الهوا الهوا بيقفل البلكونه نغير جو. الزبيب حطاه هناك اهو ونشرب فنصلي على النبي كده وايه ونسمي بالله. وعايز اعمل فطار مش عارف اعمل ايه ولا ايه. اول حاجه هبعت اكلم الجزار يقطع لي الكبده وبعدين ايه ابعت اجيب حد يجيب لي عيش وطحينه وحاجات عشان ما اروحش انا لو نزلت بالعربيه ورحت اليوم كله هيضيع. فلو اليوم ضاع بقى هاجي هبطانه وكسلانه من قعدتي في العربيه فاهمه. فخلي حد بتاع دليفري عامه عشان يجيب لي المشاوير دي ممكن ياخد 20 30 جنيه فمش مشكله اعتبرهم حتى لو البنزين. فابعت بقى حد يجيب لي الحاجات دي بالدليفري ده وخلاص صح كده يا اولاد عشان لو انا نزلت هضيع اليوم ماشي صح. وبعدين اعمل بقى اعمل كبده عايز اعمل كبده بالرده يا رب الاقي الجزار عنده كميه الكبده اللي انا هحتاجها وكده. يلا صباح فل احنا هنشوف هنعمل ايه. نسمي بالله ونصلي على النبي وتتكلي على الله. يعني ايه نشوى نتكل على الله؟ اكيد معروفه يعني ايه نتكل على الله. اصلا هقول لكم على كلمه كده قبل ما اقفل قبل ما اخش يعني بيقول لك ايه بقى؟ اعتمدي على الله. الله كده ليه بقى؟ ليه نعتمد على الله؟ ناخد كده حاجه حلوه على الصبح كل واحد فينا يفتكر كده حاجه حلوه نكتبها ونقعد نعلم بعض بيها ايه رايكم؟ ماشي انا قلت حاجه حلوه نعتمد على الله. نعتمد على الله لان ربنا قال ايه بقى؟ ومن ينصركم الله فلا غالب له. يعني هو احنا ربنا هو اللي هينصرنا باي مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تغلبنا وهو احنا النصر من عند ربنا مش من عندنا. يعني هو دايما يقول لك ايه بقى؟ كان ربنا يقول من اعتمد يعني هو مش ايه قرانيه بس هي زي يعني هو اللي مع ربنا يعني اللي بيعتمد على ربنا بيقول لك ايه بقى؟ من اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على الناس زل. لكن اللي بيعتمد على ربنا لا ضل ولا قل ولا زل ولا مل. فاحنا نعتمد على الله ونخش نشوف هنعمل ايه. وزي ما ابويا الله يرحمه ربنا يرحمه ويغفر له الظهر جدا الظهر جدا زي ما ربنا يرحمه ويغفر له كده يا رب تبقى يعني تبقى الدعوه دي رحاله. ربنا كان أو ربنا يرحمه بابا ابويا كان يقول لي يا بنتي اعتمدي على الله وقومي اعملي حاجتك يا بنتي اعتمدي على الله وقومي روحي مشوارك يا بنتي اعتمدي على الله وقومي نامي يا بنتي اعتمدي على الله وقومي ذاكري يا بنتي اعتمدي على الله وقومي وشوفي وراكي ايه. كل ما يكلمني كلمه اقول له يا بنتي اعتمدي على الله اقول له يا بابا بقى طب ما اقول لي قومي ذاكري على طول يقول لي لا ده انا لما اقول لك اعتمدي على الله الله اكبر لا اصلا. نسمي بالله ونصلي على النبي ونخش نصلي الظهر قبل اي حاجه ونشوف اللي ورانا ايه. يلا بينا قد قامت الصلاه قامت الظهر جدا واحنا لسه عايزين نقوم نعمل. يلا اعتمد على الله وقوم. بكام الزيتون يا حاج؟ بكام؟ 15 و20 و25. طب ما تيجي بقى هنا بكام بقى الزيتون؟ وريني ان هو ب 10 ليمون كيلو
وقالت لي ب10 شط. بس يا ولاد انا جبت ايه بقى؟ هقول لكم زي ما انا قلت لكم، انا بعت جبت الكبده وبعت الدليفري جاب لي العيش اهو، الصلاه على النبي. بس انا كان نفسي اجيب عيش كتير اكبر، يعني الزغيف يكون اكبر، بس هو بقى ايه جاب لي العيش ده. اول حاجه انا جبت زيتون وليمون زي ما انا وريتكم من الايه من البلكونه، بس هسيب الزيتون والليمون ده دلوقتي. فبعت الراجل بتاع الدليفري جاب لي العيش، بالصلاه على النبي جاب لي عيش كتير اهو. ده عيش بلدي اسمر، عيش بلدي بقى اللي هو الاسمر ده الحلو بتاع الكبده. وبعت جبت لفه البتاع ده اللي هو الاسترتش لور رول، استرتش رول ب 50 جنيه. وبعت جبت اللي هو الاطباق دي، الكوبايات اللي هي الكوبايات بتاعه الطحينه اللي عارفينها يا ولاد، كوبايه الطحينه دي اللي هحطها في الوجبه، دول 50 وجبه. يعني ان شاء الله ما اعرفش هعمل كام وجبه، بس يعني ان الكبده الريف تبقى كده. وبعت جبت تقريبا ده قد ايه وزنه، استنى، تقريبا ده نص كيلو طحينه، دي طحينه خام اللي لسه هتتعمل، طحينه خام. ودي الكبده جابها لي اهو، ماشي كده هتقع. وجبت الاطباق دي اللي انا هعمل فيها، وجبت ايه جرجير، جبت جرجير كتير بقى عشان هو اللي هفرشه في الارضيه. ماشي، هنتبل الكبده، نعمل تتبيله الكبده وبعدين نشوف احنا هنعمل ايه. نفسي في طبق بلاستيك قد كده اهو اتبل فيه، ما عنديش ولا اطباق بلاستيك، كل الاطباق اللي عندي حق 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 كده. نسمي بالله ونصلي على النبي. اول حاجه كده شوفوا القطط قاعدين بيعملوا ببعض ايه، نفسي ابقى احط لكم الكاميرا ثابته بيعملوا على مواقف بجد يعني عجيبه. جبت بس ايه اول حاجه كده، انا طلعت الصينيه اللي انا هتبل فيها الكبده، المفروض تتبليها في طبق بلاستيك كبير كده، بس يعني الجيش قال لك اتصرفي. جبت كده كم قرن شطه كده، تقولي نشوى الحاجات كتير، قلت لكم كميه كبيره، انا جايبه يعني ما شاء الله جايبه حوالي 7-8 كيلو كبده، فاهمين قصدي، دي مش بتعملي كيلو او نص، لا بتعملي كميه كبيره. انا كنت اجيب 10 بس الحمد لله ان انا جبت الكميه مقضت ما شاء الله، يعني الصلاه على النبي. اصل كمان الكبده اللي بالرده بتوزن غير الكبده الثانيه. حطيت ايه الشطه الخضراء معاها راس توم او راسين توم، وعليها معلقه هرسه شطه وليمون كتير بقى، تتبيله الكبده ليمون كتير كتير كتير، حتى انا سبت الليمون بقشره، يعني سبت الليمون بقشره، التتبيله كلها كده على بعضها، التوم بالفلفل الاخضر بالفلفل الرومي بالليمون، طبعا الخل بيخلي بقى الحاجه دي تستوي بسرعه، ملح، مش الملح مش كتير، الكميه كبيره، وبهارات كبده من عند العطار، ايه عندي في البيت او عندك فلفل وكمون وكزبره براحتك يعني. مامي التبلي، بصوا الكبده ما شاء الله القطعه بتاعتها كبيره جدا جدا جدا، بصوا ما شاء الله عامله ازاي. فقعدت بقى اقلب بقى كده الكبده كلها بالبهارات بتاعتها بالتتبيله بتاعتها، وهسيبها مثلا قيمه ساعه ساعه ونص، عارفه لو كنت عملتيها من بالليل، بس انا ما بحبش اسيب الكبده، يعني انا ما بحسش ان الكبده تتبل قوي يعني تتهرى كده، لكن انا بحب اسيبها ساعه بالكتير قوي. خلاص كنت انا جايبه نص كيلو طحينه خام، طحينه بيضه خام، قعدت كده احاول فين وفين، لما افتحها العلب كانوا قافلينها جامد قوي. حطيت النص كيلو الطحينه كله وكنت مدفيه شويه ميه، انا عاده بعملها بميه عاديه فتره من الحنفيه، ما بستعملش ميه سخنه، بس انا المره دي استعملت ميه دافيه شويه، قلت عشان تدوب اللي في العلبه، لان اللي في العلبه كان تقيل قوي، فقلت لا حرام يعني، انتوا عارفين احنا ايه نحب نحافظ على كل حاجه. شويه ملح وشويه فلفل او شويه كمون وعصرتين ثلاثه ليمون، طبعا بقى الخل، بس قبل ما نحط الخل بس ندوب كده بشويه ميه، الخل اخر حاجه خالص، وطبعا فصين توم اهم حاجه في الطحينه، فصين التوم، يا لهوي على حلاوتها، كان قشره توميه وقعت حطيتها على الكبده. قلبي كده خالص، ولما تحسي انه خلاص هتبدا تجمد معاكي، انت مشغله ايه في الموبايل جنبي كنشوة؟ انا مشغله سوره البقره دايما وانت شغاله. سمي بالله وصلي على النبي، عايزه اقول لك الصلاه على النبي في الاكل اللي بتعمليه وانت بتصلي على النبي كده وبتطبخي، والله العظيم الاكل بيطلع طعمه حلو، وخاصة لو انت بتعملي اكل لله عشان ربنا يتقبله منك كده، تسمي بالله وتصلي على النبي وتستغفري كده يطلع الاكل منك عسل. واول ما تبداي في الاكل قولي اللهم احسن ما بين ايديا وحلي طعم حلي طعم بق اللي ياكله،
كل اللي هياكله يدعي لك ويقول لك الله ايه العسل ده. بصوا الطحينه بالسلطه على النبي كده تقيله زي ما انتم شايفينها، حلوه ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. مولاتي كده كوبايه الطحينه دي، الكوبايات دي ما شاء الله بتاعه الدليفري، ربنا يبارك له جايب لي كوبايات. بص اللي انا كنت عايزاها، جبت انا جرجير كتير قوي، ما اعرفش انا عملت الغلطه دي ازاي. انا جايبه ب 20 جنيه، جبت ب 20 جنيه جرجير كتير قوي، يعني ب 20 جنيه جرجير بجد. بس قلت مش مشكله ناكل، والناس هتاكل والبط هياكل ونص كويسه. قعدت كده زي ما انتم شايفين بقى، مليت الحوض ميه بقى ونضفت الجرجير، والباقي بقى بتاع الجرجير اخدته كده، والتنظيف الجرجير كله اخدته وعملته في الطبقين دول، وطلعت بيهم على بطاطاتي. البط بيحب الحاجات الخضره والله العظيم، البط كده بيحب ياكل الحاجات الخضرة والميه. قعدت بقى كده خرط لهم بقى الجرجير وخرط لهم بقى الحاجات دي، وقعدت جنبهم عشان ياكلهم. انا قلت ايه كده كده لسه الكبده شويه عمال ما تتبل، وانا عملت الطحينه وخلاص غسلت الجرجير ونقعته وصفيته، فخلاص قاعده تحت ما لهاش لازمه، مفيش حاجه بعملها يعني. قلت اطلع اكل البط كده وبص عليه، وقعد يلعب بالميه كده بالدنيا وما فيها. قعدت بقى وبعدين شويه وقمت نازله، فكيت بقى الاطباق وقلت ارص الاطباق كلها. الاطباق دي كلها ما شاء الله طلع 51 طبق، مش عارفه ازاي 51 طبق، يعني انا مستغربه قوي انهم طلعوا 51 مش 50، 51. المهم قعدت بقى كده في كل طبق احط شويه جرجير، انا كان عندي جرجير كتير، فبقيت احط جرجير شويه كتير في الطبق، لان على فكره اغلب الناس اللي بيبقوا يعني كده يعني بيحبوا الجرجير والسلطه، واليومين دول في الحر ده الجرجير كده بيطري عليهم كده وبيفتح النفس. بدل ما تعملي سندوتش والعيش يبوش ويبوش منك، لا الجرجير حطيه لوحده، والطحينه كده في طبق، والكبده حطيها على الوش او الكفته او قلي تحطيه. الجرجير كده بيرطب على الاكل كده وبيديله طعم حلو وبيزيد كمان من فوائده. خلصت كده الاطباق كلها وامير رسوم معايا، جبت بقى ايه الخلطه اللي انا هعملها. انا جبت حوالي مثلا يعني ما اعرفش قد ايه، قولي نص كيلو رده، حطيت عليهم ربع كيلو دقيق، حطيت عليهم كام معلقه بقسماط. يا نشوى هي بتعمل بالرده بس، لا والله ما تحطي عليها دقيق وبقسماط بيخلوا لها طعم تاني. طبعا دول اول ازازتين زيت، يعني دول اول ازازتين زيت، احنا في زيت كتير استعمل بعد كده يعني. وقعدت بقى كده على باب قدام باب الشقه بره عشان الشعله والدخان والهباب والحاجات دي، وقعدت بقى كده ايه اعمل بالرد يمين وشمال زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الحته القطعه كبيره كبيره، يعني مش كبيره بس كبيره كبيره، حتى بقيت الكبيره قوي بقيت ساعات اقسمها وساعات احطها زي ما هي. والزيت كده كنت لسه بشوفه بيسخن ولا لا، وقعدت اطلع بقى الكبده زي ما انتم شايفين كده، احطها يمين وشمال، لا حطينا لا بيض ولا حطينا اي حاجه خالص، هو الخلطه هي اللي بتشيل. جيت احطه لقيته لسه بارد فشلتها ما رضيتش احطها. وبعدين شويه كده بصوا القطعه قد ايه بالصلاه على النبي، والله ما شاء الله ما شاء الله، شويه كبده بني او كبده بالرطه فوق ما تتخيلي كانت حلاوته، والله العظيم ما بقول عشان انا اللي طبخاه، والله العظيم كانوا شويه كبده كانوا طعمهم حلو قوي. قعدت كده انا بقى ايه اعمل اقلي بقى واعمل بالبانيه، واقلي واعمل بالبانيه. وطبعا يعني كان مش مستحب ان انا افضل قاعده مده طويله وانا عارفه، بس ان شاء الله هتعدي على خير. المهم قعدت احمر بقى كده الكبده كلها، بس اللي بطلعها بحطها في مصفى عشان تصفي الزيوت بتاعتها، عشان لما ارصها في الصينيه ما تبقاش كلها زيت يعني زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لك الزيت بقى كل كام دور كده تصفيه بمصفى، يعني مصفى سلك كده اللي هي بتاعه المشروبات بقى، او اي مصفى سلك كده الصغنطوطه دي اللي هي بتاعه اليانسون، احنا كنا نسميها هي بتاعه اليانسون. تصفي بس الهارد ده كده عشان ما يحرقش الزيت، يعني يتحرق قوي والرده والهارد بتاع الرده والحاجات دي ممكن يحرق الزيت معاكي. وفضلنا نعمل الكميه، عايز اقولك ان هي اخدت معايا شويه وقت حلوين، شويه وقت يعني مش اي كلام، بس مش مشكله الحمد لله الحمد لله، ربنا يا رب يجازينا على قد تعبنا ويرزقنا كده يعني يرزقنا بكل اللي نفسنا فيه وتقبله مننا، بس مش عايزين حاجه تانية. بصوا بالصلاه على النبي قعدت رصيت الكبده كلها فوق السلطه فوق الطحينه، ما شاء الله كان سبحان الله العدد كان مظبوط، سبحان الله ازاي ما اعرفش، بس يعني الحمد لله. القطعه الكبيره قوي كنت بحطها في طبق لوحدها، ولو قطعتين وسط حطهم اتنين مع بعض، وعلى قد ما تقدري اعملي، مفيش يعني التجاره مع الله دي التجاره المربحه، مفيش بني ادم هيتمر فيه حاجه، ومفيش بني ادم هيفتكر حاجه، ومفيش بني ادم هيرد لك حاجه، ومفيش، لكن ربنا مفيش حاجه بينساها. بص يعني سبحان الله بيرد كل حاجه اضعاف الاضعاف، انت ما تعرفيش بني ادم في الدنيا ممكن يرد لك اضعاف الاضعاف، لكن من الرحمن الرحيم ما شاء الله، يعني عطاؤه لا ينتهي. فدي تجاره، دي تجاره كده بذكاء، ده
تجري مع الله تكسبي والله صدقيني. عايزه اقولك انا يمكن ربنا بينجيني من كل حاجه بسبب اي حاجه بسيطه ممكن انا بعملها، بسبب دعوه اي حد ممكن تبقى ماشي في الشارع جعان يجيله في وقت في الحر ولا في الصيف ولا في الجوع ده. بصوا بقى يا ولاد، انا لبست بقى العبايه الحلوه دي، مش عارفه اسمها عبايه ولا اسمها ايه يعني، المهم درس. انا لبست الدرس الحلو ده حلو، واخدنا بقى العلب، انا وزعت هنا على قد ما قدرت، وقلت بقى ايه بعد ما وزعت هنا، قلت هفوت اوزع في دمياط، وانا اوزع بقى اروح على راس البر، اسهر هناك، مش عارفه اجي بكره ولا اجي يوم السبت لسه مش عارفه. بس قولوا لي ايه رايكم في اللي انا لابساه؟ حلو حلو صح. عايزه البس له بقى الصندل اللي بره وكده. قولوا لي يا اولاد حلو. انا سيبت دي لامير، الوجبه دي سايباها لامير، لان امير ما اكلش ما اتغداش فسيبتها له. يلا بقى بينا ايه، تعالوا نخرج بقى نتمشى شويه بقى، عملنا واجبنا وعملنا اللي علينا، واسبوع كان خفيف واسبوع حلو، وربنا كرمنا بالصحه وكرمنا بالستر وكرمنا بحاجات كتير حلوه. وخلاص نخرج بقى نتفسح شويه، نلعب شويه، نسهر شويه بما يرضي الله برضو يعني، مش خلاص بقى يعني برضو بما يرضي الله. بصوا رايكم في الحلو. يلا هلبس بقى الصندل اللي بره، وانزل. انا في دبوس هنا، دي هقفلها بدبوس لاني مش لاقيه لها دبوس. اخد بس البوكي بتاعي ومفتاحي. ازيكم يا جماعه؟ بارك، اتفضل معانا، تعالوا كل معانا كبده. لا احنا اكلنا، ناكل تاني. بص خلاص وزعت على قد ما قدرت ما شاء الله. بص واتبقى دول، هناخدهم بقى دول كده يتوزعوا كده ايه على دمياط على طول ان شاء الله. في الطريق بقى واحنا ماشيين هنلاقي له 1000 اكيل، يعني هنلاقي له 1000 نصيبه بقى. ناخد بقى ايه حاجتنا. توزع نايم؟ ايوه ما انا وزعت هنا، انا قلت لهم ان انا وزعت ناي. وفي توزع ناي يعني، ما كانوا كفايه بقى كده، قلت لهم وزع ناي. يلا نسمي بالله ونصلي على النبي وننزل. عايزه اشرب، بس هشرب وبعدين نروح اخد نانو من عند اخوات علي ليه؟ عشان اروح اصبر، هو ما يعرفش انا عازمك على 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 راس البر. ماشي على... لا مش على حسابي، لا انا اعزمك كأن انت دي ما. انت هتقعد ولا جاي معايا؟ كنت بوزع العجل. كنت بتوزع؟ ايوه ما انا عارفه انت كنت بتوقع. انا عارف الناس، انا بعرف الناس. هو كان بيوزع هنا وجبات يا اولاد. قول لي بقى جاي معايا؟ لا هتقعد هنا؟ مش في الشقه دي؟ وزعهم ماشي في اي شقه فوق. تمام، عشان بيقعد يجيب بصحابه بقى وبيقعد يلعبوا ومبهدلوا لي الدنيا. ماشي، ما تكسركش النور كله وما تكسركش الكهرباء كلها. اكيد اتهر يا رب. اشتغل بس ده، اشتغل من ابوك. يلا يا ماما مش ما معلش، اخر طبق عشان تاخد ثواب معايا. ما هات كل ثواب طعمه تودينا يلا سنه الله. امين اخد الثواب كله على فكره، انا بقول لكم يعني. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على النبي وننزل بقى نخرج ايه نوزع ونتفسح نلم مع بعض. الغيب بلبن يا شوكات يا اللي سيبك منه. الله الله، من عزك يا احسن منه. ابو حليم يلحم عنه. بلبن يا شوكات، يا ريتني سمعت كلام ابويا. بلبن يا شوكات، ابويا قال لي يا فكريه يا فكريه. معلش يا فكريه، والنبي بحب العربيه يا ابا، والنبي يا ابا. مش عارفه ده من ده رباني. لا ما بنزلش قصه حضرتك، الحلوه والواد قمرين. جينا اهو والكارت فاصل بتاع النور، فانا هقعد هنا على الرصيف لوحدي ولا لابس ابيض؟ مش عارف اقعد على الارض. عمال معالي يجي يروح يشحن الكهرباء ويجي، واستنى نادين ونانو ورايا جايين ورايا على الموتوسيكل، وهو علي فوقه. اي علي في نور؟
النور سلك يا ولاد؟ لا ده كشاف. ايه؟ في نور؟ اشوفه. طب انا اقعد فين انا؟ حد يجي يقعد معايا، ما تسيبونيش قاعده لوحدي يا ولاد. بقول لهم اقعدوا معايا. البتاع. علي خلي بالكم، خلي بالكم منها يا عم اجي. اهم حبايبي اجوا، ما طلعتش فوق لوحدي. طيب انتوا كل ده كنتوا فين؟ احنا ما فيش النور قاطع. حشتيني بقيت قزعه، انا بقيت قزعه. حشتك يعني؟ ازيك يا ابراهيم؟ انت كمان حشتيني 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 يا ولا ابراهيم يا حوا انت. سلموا على ابراهيم. ازيك؟ ازيك يا ابراهيم؟ عرفتي تركبوا العربيه؟ عرفتي تركبي معاهم؟ ولا حاجه ظروف بس. عرفت؟ ايوه بعت ابراهيم يشحن الكهرباء. لولا ابراهيم ده في حياتي. رايحين فين؟ احنا والله النور قاطع وانا قلت اقعد على السلم. يعني رايحين من ده؟ قاعدين ازاي اصلا؟ لسه داخله اهو. وزعت الوجبات ولسه داخله. بيقول لك ليه ما جبتلوش وجبه؟ اه ما جبت لك وجبه دلوقتي، طلبت لك احلى. ما شاء الله عليا نزل الامر. طلبت اكل يا ولاد، هنتعشى عشوه بقى. جامد. علي ودى الولا ابراهيم يروح يشحن الكهرباء. هقعد انا والواد علي، والواد علي. لوحدينا؟ لا مش لوحدشينا، معانا الطاعونة نانا. بس اول معانا نانا، نقعد بقى على الرصيف هنا على الارض عمال ما النور يتشحن. محدش عنده لمبه سلف ادارد نوع جواها. وطبعا ختمت اليوم ابراهيم الفيديو جاي. وطبعا ختمت اليوم ابراهيم بقى، ربنا يخلولي ولا يحرمني منه ابدا، جايب لي رز ولبن بالفستق، اسمها فستقيه، وده ايس كريم بالفستق. بس هي نادين كانت شايلاها بالعقب الجنب فمالت. عايزه اقول لك بقى، عايزه اقول لكم احلى ايس كريم، ربنا يخليك لي يا هيمه يا هيمه يا هيمه يا هيمه. اكل بقى، تصبحوا على خير. قولهم بقى ختمنا الفيديو في التكييف اهم. ايوه وفي اوضتنا احنا ماما. قوي ماما. ماما باي باي. باي باي.